بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة ان شاء الله هنشرح مع هنراجع مع بعض الفصل الاول في كيمياء اولى ثانوي. اللي معاه كتاب الامتحان يفتحه على التدريبات علشان احنا نحل ان شاء الله تدريبات كتاب الامتحان كلها معايا. اول حاجة بيقولك السؤال الاول: اكتب المصطلح العلمي او الاسم الدال على كل عبارة من العبارات الاتية. 1- بناء منظم من المعرفة يتضمن الحقائق والمفاهيم والقوانين والنظريات العلمية وطريقة منظمة في البحث والتقصي. ديت معايا هتبقى تعريف العلم. دي معايا هتبقى تعريف الايه؟ العلم. 2- العلم الذي يهتم بدراسة تركيب المادة وخواصها والتغيرات التي تطرأ عليها وتفاعل المواد المختلفة مع بعضها البعض والظروف الملائمة لذلك. او العلم الذي يصف المادة كما وكيفا، اقول عليه اسمه علم الكيمياء. اقول عليه علم الايه؟ علم الكيمياء. 3- العلم المختص بدراسة الكائنات الحية، اقول عليه علم البيولوجي. علم الايه؟ علم البيولوجي. 4- نتاج التكامل بين علمي الكيمياء والبيولوجي، او علم يختص بدراسة التركيب الكيميائي لمكونات الخلية، اقول عليه علم الكيمياء الحيوية. علم الكيمياء الحيوية. 5- علم يهتم بدراسة وفهم الظواهر الطبيعية والقوة المؤثرة عليها، او علم يهتم بدراسة المادة والحركة والطاقة، ده اسمه علم الفيزياء. علم الايه؟ علم الفيزياء. 6- علم يختص بدراسة خواص المادة وتركيبها والقسيمات التي تتكون منها هذه المواد، ده اسمه علم الكيمياء الفيزيائية. علم الكيمياء الفيزيائية. مواد كيميائية لها خواص علاجية، ديت الأدوية. ديت الايه؟ الأدوية. 8- علم يختص باكتشاف وبناء مواد نانوية لها خصائص فائقة يمكن استخدامها في تطوير العديد من المجالات، ده هقول عليه علم كيمياء النانو. هو العلم كيميائي الايه؟ النانو. 9- مقارنة كمية مجهولة بكمية أخرى من نفس النوع لمعرفة عدد مرات احتواء الأولى على الثانية، دي بقول عليها القياس. بقول عليها الايه؟ القياس. بعد كده مقدار محدد من كمية فيزيائية معينة يستخدم كمعيار لقياس مقدار فعلي لهذه الكمية، بقول عليها وحدة القياس. بقول عليها وحدة القياس. 11- أداة تستخدم لقياس كدل المواد بدقة، بقول عليها الميزان الحساس. بقول عليها الميزان الايه؟ الحساس. 12- إناء زجاجي يستخدم في قياس حجوم الأجسام الصلبة غير المنتظمة، بقول عليه المقبار المدرج. إناء زجاجي بيستخدم في قياس حجوم الأجسام الصلبة غير المنتظمة، ده بقول عليه الايه؟ المقبار المدرج. 13- أنبوبة زجاجية طويلة مفتوحة الطرفين يبدأ تدريجها من أعلى إلى أسفل، أو أداة زجاجية ذات ساعة محددة تثبت رأسيا على حامل وتستخدم في عملية المعايرة، دي السحاحة. دي الإيه؟ السحاحة. 14- أنبوبة زجاجية مفتوحة الطرفين تستخدم في نقل حجوم معينة من السوائل، دي بسميها المصة. بسميها الإيه؟ المصة. الفرق ما بين المصة والسحاحة، السحاحة تدريجها يبدأ من أعلى لأسفل، أما ديت تدريجها لو بيبدأ يبقى من أسفل إلى أعلى، مش من أعلى لأسفل يعني. 15- أسلوب يستخدم للتعبير عن تركيز أيونات الهيدروجين الموجبة في المحلول لتحديد نوع حامضي أو قاعدي أو متعادل، بقول عليه الرقم الهيدروجيني. بقول عليها الرقم الهيدروجيني اللي هو البي اتش. 16- جهاز يستخدم في قياس قاعدية أو حامضية المحاليل المختلفة، بقول عليها جهاز البي اتش الرقمي. جهاز الايه؟ البي اتش الايه؟ الرقمي. بعد كده معايا أكمل. أطلق قديما على علوم الفيزياء والفلك ونقط والبيولوجي، ونقط اسم العلوم نقط. أطلق قديما على علم الفيزياء والفلك والبيولوجي والجيولوجيا والكيمياء اسم العلوم الطبيعية، هتبقى النقط الفيزياء والفلك الجيولوجيا والكيمياء الطبيعية. الجيولوجيا والكيمياء الطبيعية. ارتبط علم الكيمياء منذ الحضارات القديمة ببعض الصناعات الفنية مثل نقط الجلود ونقط الأقمشة. دبغ الجلود وصناعة الأقمشة. دبغ الجلود وصناعة الأقمشة. بعد كده معايا علم الكيمياء الفيزيائية
هو نتاج التكامل بين علمية نقط ونقط. هقول هو نتاج التكامل بين الكيمياء والفيزياء، بين الكيمياء والفيزياء. تكتب نتيجة عملية القياس في صورة قيمة عددية ووحدة قياس، في صورة ايه؟ قيمة عددية ووحدة القياس. يستخدم الدورق المخروطي في عمليات نقط، بينما يستخدم الدورق العيار في تحضير المحاليل معلومة نقط. الدورق المخروطي ده بيستخدم في عملية المعايرة، الدورق المخروطي بيستخدم في عملية المعايرة، بينما الدورق العياري في تحضير المحال يستخدم في تحضير المحاليل معلومة التركيز، يستخدم في تحضير المحاليل معلومة الايه؟ معلومة التركيز. 6، يستخدم الميزان الحساس في قياس نقط بدقة، بينما تستخدم السحاحة في قياس نقط. الميزان ده بيستخدم في قياس كتل المواد بدقة، أما السحاحة بتستخدم في قياس حجوم السوائل أثناء عملية المعايرة، بتستخدم في قياس حجوم السوائل في عملية المعايرة. يوجد صفر التدريج بالقرب من الفتحة نقط للسحاحة، وتوجد علامة تحدد مقدار الساعة الحجمية بالقرب من الطرف العلوي نقط محددة الساعة. يوجد صفر التدريج بالقرب من الفتحة العليا، احنا قلنا تدريج من اعلى الى اسفل، يبقى من الفتحة العليا للسحاحة. وتوجد علامة تحدد مقدار الساعة الحجمية بالقرب من الطرف العلوي للمصة، يبقى انا عندي المصة بيوجد الحتة المحددة اللي هي الساعة المحددة بتوجد بالقرب من الطرف العلوي، اللي هنا مثلا هنا عند 50، هنا عند 100، دي في المصة. اما في السحاحة بيوجد صفر التدريج بالقرب من الفتحة الايه؟ العليا. بعد كده معايا الاختيارات. يساهم علم النقط في ابتكار طرق جديدة للقياس تزيد من دقته، ده الفيزياء، الفيزياء هو اللي بيستخدم في ابتكار طرق جديدة للقياس بتزيد من دقته. يختص علم الكيمياء الفيزيائية بدراسة خواص المادة وتركيبها، بيهتم بدراسة خواص المادة وتركيبها. هو طبعا علم الكيمياء الفيزياء ملوش دعوة بعمل الهرمونات، ولا له دعوة طبعا بنسب مكونات التربة وجميع ما سبق طبعا غلط، فهي تبقى خواص المادة وتركيبها. استخلاص بعض الأدوية من مصادر طبيعية نتاج التكامل بين علمي الكيمياء والصيدلة، بين الكيمياء والصيدلة. يختص علم نقط باكتشاف وبناء مواد لها خصائص فائقة يمكن استخدامها في الاتصالات، دي على طول كيمياء الايه؟ النانو. الجدول المقابل، الجدول اللي احنا شايفينه قدامنا ده، يوضح نتائج التحاليل الطبية لشخص ما. سكر الجلوكوز بتاعه مفروض 250 وحمض البوليك 4. القيمة المرجعية لسكر الجلوكوز من 70 لمية وعشرة، والقيمة المرجعية لحمض البوليك من 3.6 ل 8.3. قال لي يطلق على قيم القائمة بي اللي هي دي، قائمة بي اللي هي دي، مصطلح هقول القيمة المرجعية، مصطلح القيمة الايه؟ المرجعية. يستنبط من نتائج التحاليل ان هذا الشخص يعاني من، والله انا لو شفته هلاقيه عنده زيادة نسبة السكر في الدم، لان بصوا ده من 70 ل 110، السكر بتاعه 250 مرتفع جدا، فيبقى عنده سكر. طب والبوليك ده هي النسبه بتاعته من 3.6 ل 8.3، ده هو 4 ما بين البنين، يبقى هو كده حمض البوليك عنده مظبوط، اما زياده في سكر الجلوكوز، نسبه سكر الدم عنده، سكر في الدم دي عاليه. 6، من ادوات القياس المزوده بالصمام للتحكم في كمية السائل المستخدم هتبقى السحاحة، السحاحة هي اللي فيها الصمام عشان ما ينزلش السائل ما ينزلش. من الأدوات المستخدمة في قياس حجوم السوائل بدقة هو المخبار المدرج، هو اللي هيقيس لي حجوم السوائل بدقة عالية. نقط أداة زجاجية تستخدم في عمليات التحضير والتقدير، ده الدورق المستدير، ده الدورق المستدير. تستخدم المصة نقط في قياس ونقل المواد شديدة الخطورة، هتبقى المزودة بأداة شفط اللي انت مش هتنفق منها ومش هتشد منها، هي فيها أداة شفط لوحدها. بعد كده عند إجراء عملية معايرة يستخدم كل من
ألا يستخدم كل من الدورق المخروطي والسحاحة؟ هيستخدم عشان أعمل عملية معايرة، لازم أجيب الدورق المخروطي ويبقى معايا ساحة. الدورق العياري طبعا لأ، هنا مفيش السحاحة لازم في المعايرة، فأنا هتبقى لديه لديه لديه، يبقى الجهاز الزجاجي والمقبل المدرج غلط. فالدورق المخروطي هو اللي بيستخدم في عمليات المعايرة، أما الدورق العياري ما بيستخدمش، والمقبل المدرج طبعا ما بيستخدمش، فيبقى معايا الدورق المخروطي والسحاحة. بعد كده في تقدر القراءة الصحيحة عندما تكون العين في موضع، احنا قلنا العين لازم تكون ايه بالظبط، فهتبقى رقم عين، هتبقى رقم ايه، رقم عين اللي هي دي اللي هي قصادها بالظبط، دي هتشوفوا جايين بمائل ودي مائل او دي مائلة ودي فوقها شوية ما تنفعش، فلازم تكون لو شفنا دي اللي هي ماشية بالظبط. حجم السائل هنا هيساوي قد ايه؟ قال لي هنا هيساوي 95، 95 سنتيمتر مكعب. ليه؟ لو انت بصيت شوية جامد هتلاقي ان حجم السائل بالظبط بيساوي عند الشرطة الكبيرة، بس مش الكبيرة او اللي هي صغيرة سنة، فهلاقيها 95. جميع ادوات القياس الآدية مدرجة من اسفل الى اعلى ما عدا السحاح، هي المختلفة عنهم كلهم، هي اللي من اعلى لاسفل. قيمة بي اتش تكون قاعدية عندما تكون 8، 8 قيمة البي اتش التقاعدي قد تكون كام؟ 8، 7 ده متعادل، 5 تبقى حمض، 2 تبقى حمض. نوع المحلول في الشكل المقابل نوع بيساوي كام؟ 5.2، يبقى المحلول على طول حامضي عشان 5.2. السؤال الرابع بعد كده قال لي اكمل الجدول التالي، السؤال الرابع بيقول لي اكمل الجدول التالي. أول واحدة تعيين حجوم السوائل والاجسام الصلبة غير المنتظمة، هتبقى المخبار المدرج هو اللي بيعين حجم السائل والاجسام الصلبة غير المنتظمة، ده بيبقى المخبار المدرج. رقم 2 خلط السوائل والمحاليل، ده عاوز الجهاز الزجاجية عشان كبيرة اللي انا اعرف احط السوائل على المحاليل. 3 اضافة احجام دقيقة من السوائل اثناء المعايرة، اللي بتستخدم اصلا في المعايرة هي السحاحة، تستخدم اصلا في المعايرة هي السحاحة. تحضير المحاليل القياسية، ده الدورق العياري، الدورق العياري ده اللي بيستخدم في تحضير المحاليل القياسية. سؤال اختر من العمود ب ما يناسب من العمود ايه، واعد كتابة العبارات كاملة. التكامل بين علم الكيمياء وعلم البيولوجي، هلاقيها اللي هو التركيب الكيميائي لمكونات الخلية في مختلف الكائنات الحية. التكامل بين علم الكيمياء وعلم الفيزياء لا يفهم اللي هو خواص المادة وتركيبه. التكامل بين علم الكيمياء وعلم الطب والصيدلة طبيعة عمل الهرمونات. الزراعة نسب مكونات تربة المناسبة لزراعة محصول ما. التكامل بين علم الكيمياء وعلم النانو تكنولوجي اكتشاف وبناء مواد جديدة لها خصائص فائقة. ده سؤال اختار معايا. بعد كده سؤال صوب، هنشوف الكلمة اللي تحتها خط وهنصححها. اول واحدة يختص علم، هنخليها اللي هي اكمل عاملة شكل اكمل، او هنقولها بس اللي هي دي غلط. يختص علم نقط بدراسة التركيب الكيميائي لمكونات خلايا جسم الكائن الحي، هتبقى الكيمياء الحيوية، الكيمياء الحيوية بدل الفيزياء هنشيلها ونحط الكيمياء الحيوية. تاني حاجة علم الكيمياء الفيزيائية هو نتاج التكامل بين الكيمياء والبيولوجي، لا ده اللي هو الكيمياء الحيوية هو نتاج التكامل ما بين الكيمياء والبيولوجي. تحديد نسب مكونات التربة هو نتاج التكامل بين علمية الكيمياء والزراعة، الكيمياء وايه تاني والزراعة. تعتمد عملية القياس على وحدة القياس فقط، لا مش هلاقيها على وحدة القياس فقط، هلاقيها على القيمة العددية ووحدة القياس، يبقى فقط دي هتتشال وحط القيمة العددية، يبقى القيمة العددية وحدة القياس. نقط من الأدوات المستخدمة في تقطير كتل المواد، هلاقيها الميزان الحساس مش المخبار المدرج، هلاقيه بدل دي احط الميزان الحساس. 6 نقط هي أداة زجاجية تستخدم في عملية التقطير والتحضير، هلاقيها الدورق المستدير، هلاقي الدورق المستدير هو اللي بيستخدم في عمليات التقدير والتحضير. 7 تستخدم نقط في التجارب التي تتطلب قدرة عالية من الدقة لقياس الحجم، هلاقيها اللي هي السحاحة، هلاقي السحاحة اللي بتستخدم في التجارب تتطلب قدر عالي من الدقة لقياس الحجم.
يكون التدريج في نقط من اعلى الى اسفل، هي برضه في السحاحه، السحاحه برضه التدريج بتاعها من اعلى لاسفل. تثبت نقط عند استخدامها على حامل ذو قاعده معدنيه بدل المصه اشيلها واحط دي السحاحه. يبقى انا معايا السحاحه متكرره كتير معايا. صفر التدريج في السحاحه يكون قريبا من، هلاقيها من الفتحه العليا، لان التدريج من اعلى الى اسفل. اذا كانت قيمه البي اتش المحلول لما تساوي 9، فاذا يعني ان المحلول متعادل، لا مش متعادل، المحلول هيبقى قلوي، المحلول هيبقى قلوي. متعادل يبقى دي 7. سؤال علل لما ياتي. اول واحده، يعتبر علم الكيمياء مركز لمعظم العلوم الاخرى كعلم البيولوجي والفيزياء والزراعه. قلت ده لانه ده امر اساسي عشان افهم العلوم الاخرى، لانه يعد امرا اساسيا لفهم معظم العلوم الاخرى. تاني حاجه، اهميه دراسه علم الكيمياء بالنسبه لعلم الاحياء. هقول له ليه؟ هقول له عشان افهم التفاعلات الكيميائيه اللي بتحصل داخل جسم الانسان. افهم التفاعلات الكيميائيه اللي بتحصل داخل اجسام الكائنات الحيه اثناء القيام بالعمليات الحيويه. زي ايه العمليات الحيويه؟ زي الهضم، زي التنفس، زي البناء الضوئي. ثالث حاجه، يسهل علم الكيمياء الفيزيائيه على علماء الفيزياء القيام بدراستهم. ليه؟ عشان ده هو بيختص بدراسه خواص الماده وتركيبها والجسيمات التي تتكون منها هذه المواد. عشان ده بيهتم بدراسه خواص الماده وتركيبها والجسيمات التي تتكون منها هذه المواد. بعد كده يلعب علم الكيمياء دورا هاما في علمي الطب والصيدله. عشان ده لو بيفسر طبيعه عمل الهرمونات والانزيمات اللازمه في جسم الانسان، هو اللي هيفصل لي ازاي الهرمونات والانزيمات بتشتغل في جسم الانسان، وازاي لو انا عندي مرض ولا حاجه اللي انا الهرمونات والانزيمات ديت ازاي تعالجها، اخد الدواء اللازم عشان اللي هو علشان يعالج الحته دي. بعد كده، يساهم علم الكيمياء في القضاء على الافات الزراعيه وزياده انتاجيه المحاصيل. عشان ده بيساهم في انتاج المبيدات الحشريه، عشان اقضي على الافات الزراعيه المختلفه. وبرده بيساهم ان انا احدد السماد المناسب للتربه عشان ازود انتاجيه المحاصيل، ستة، أهمية القياس في الحياة اليومية. عشان ده هيوفر المعلومات والمعطيات الكمية اللازمة عشان اتخذ الإجراءات والتدابير المناسبة عند اللزوم في مختلف مجالات الحياة زي البيئة، التغذية، الصحة، الزراعة والصناعة. أهمية القياس في علم الكيمياء ثلاث حاجات. ايه هما؟ اول حاجة عشان اعرف نوع وتركيز العناصر المكونة للمواد. تاني حاجة، المراقبة والحماية الصحية. تالت حاجة، التشخيص واقتراح العلاج المناسب. ضرورة اجراء التجارب الكيميائية في معمل الكيمياء، قال علشان اوفق فيه في معمل الكيمياء ديت مواصفات وشروط ما بتتوفرش الا في معمل الكيمياء. ايه هي؟ قال الامان، الاحتياطات الامان المناسبة، مصدر للحرارة، الاماكن لحفظ المواد الكيميائية، الادوات والاجهزة المختلفة. الاربع حاجات دول مش هلاقيهم الا في معمل الكيمياء، اللي هو موجد مناسب، مصدر الحرارة اللي هو الموجد بتاعي اللي هو مصدر الحرارة والمية، الامان المناسبة اللي انا بلبس البلطو، اماكن لحفظ المواد الكيميائية اللي هي بتتشال في زجاج معروف، احنا بيبقى معمول اصلا في معمل الكيمياء علشان المواد الكيميائية تتحط بداخله. رابع حاجة، الادوات والاجهزة المختلفة زي السحاحة والمصة والميزان، والكلام ده بيكون موجود برضو في معمل الكيمياء. تصنع الكؤوس والدوارق من زجاج البايركس عشان ده مقاوم للحرارة، عشان زجاج البايركس ده مقاوم للحرارة، ما ينكسرش وانا بسخن، لانه مقاوم للحرارة. تثبت السحاحة عند استخدامها على حامل ذو قاعدة معدنية. ليه؟ عشان احصل على قراءة صحيحة ودقيقة. الحصول على قراءة صحيحة ودقيقة عشان تبقى على الوضع العمودي واعرف ابص واشوف القراءة صحيحة ودقيقة. 11، يفضل استخدام المصة المزودة بأداة شفط عن المصة العادية. ليه؟ قال لي علشان عندي مواد شديدة الخطورة، مواد سامة. 12، قياس الأس الهيدروجيني على درجة كبيرة من الأهمية في التفاعلات الكيميائية والبيوكيميائية، عشان الأس الهيدروجيني ده هو اللي يعرفني إذا كان المحلول ده حمضي ولا قاعدي ولا متعادل. يفضل استخدام جهاز البي اتش الرقمي عن شريط بي اتش الورقي في قياس الأس الهيدروجيني، لأن الرقمي أدق من الورقي، لأن البي اتش الرقمي ده أدق، هو بيديني القراءة صحيحة 100% عن الجهاز الإيه؟ الورقي. بعد كده،
ما المقصود؟ قال لي اول حاجه ده كله احنا واخدينه في المصطلح، هنقول حبه منه برضو. العلم هو بناء منظم من المعرفه ضمن الحقائق والمفاهيم والقوانين والنظريات العلميه وطريقه منظمه في البحث والتقصي، والكلام ده كله احنا واخدينه في المصطلح العلم. بعد كده عندي سؤال بيقول لك اذكر اهميه كل من. احنا هنقول السؤال اللي هو هيدي لك السؤال وانت تقول بس استخدامه ايه او اهميته ايه، واكترها بتبقى التعريف اللي انت يعني حافظه. فانا عندي اول حاجه اذكر اهميه علم الكيمياء الحيويه. والعلم الكيمياء الحيويه ده هو بيختص بدراسه التركيب الكيميائي لمكونات الخليه في مختلف الكائنات الحيه. ده بيختص بدراسة التركيب الكيميائي لمكونات الخلية في مختلف الكائنات الحية. زي ايه المكونات دي؟ قال لي زي الدهون، زي الكربوهيدرات، زي البروتينات، زي الاحماض النووية اللي انتوا خدتوهم في الاحياء. تاني حاجة علم الكيمياء الفيزيائية ده اهميته ايه؟ قال لي ده بيختص بدراسة خواص المواد وتركيبها والجسيمات التي تتكون منها هذه المواد، وهو ده اللي بيسهل على علم الفيزياء، علم الناس اللي العلم الفيزياء اللي هم بيدرسوا الفيزياء بس بيسهل عليهم الدراسة بتاعتهم. ثلاثة علم الكيمياء في مكان كل من واحد الطب والصيدلة، ده بيستخدم في اللي بيساهم في تفسير طبيعة عمل الهرمونات والانزيمات في جسم الانسان، ده اللي بيفسر طبيعة عمل الهرمونات والانزيمات في جسم الانسان، وبيستخدم وكيفية استخدام الدواء لعلاج الخلل الحادث في عمل اي منهم. بعد كده مجال الكيمياء، علم الكيمياء في مجال الزراعة، ده بيساهم ان انا بختار التربة المناسبة لزراعة محصولا ما، وذلك بالتحليل الكيميائي للعينة، وده هيحدد لي تلات حاجتين، ايه هما؟ نسب مكونات التربة وبالتالي مدى كفايتها لاحتياجات النباتات. تاني حاجة السمات المناسب لتلك التربة لزيادة انتاجيتها من المحاصيل، وبرده ده اللي هينتج لي المبيدات الحشرية الملائمة عشان اقضي على الافات الزراعية. رقم 4 التحليل الكيميائي لعينة ما في تربة ما. هو اهمية ان انا احلل العينة هتبقى هي نفس بتاعت مجال الزراعة، اللي انا عشان اعرف نسب مكونات التربة، اعرف السمات المناسب للتربة ديت، اعرف برضو ايه هي المبيدات الحشرية اللازمة عشان اقضي على الافات اللي في التربة دي. 5 موجد بنزين، ده في معمل الكيمياء بستخدمه ليه؟ عشان ده يكون مصدر للحرارة، بعد كده عملية القياس في الكيمياء، قلنا لثلاث حاجات، أول حاجة معرفة نوع وتركيز العناصر المكونة للمواد، مدى المراقبة والحماية الصحية، التشخيص واقتراح العلاج المناسب، دي أهمية القياس في الكيمياء. بعد كده الميزان الحساس، ده بيقيس كتل المواد بدقة عالية، الميزان الحساس ده هو اللي بيقيس كتل المواد بدقة عالية. بعد كده السحاحة، هلاقي ان السحاحة بتستخدم في قياس حجوم السوائل، ودي بتتطلب نسبة عالية من الدقة زي عملية المعاير، يبقى بتستخدم في قياس حجوم السوائل. الكاس الزجاجية، ده بيستخدم في حاجتين، اللي انا بنقل الحجم المعلوم من سائل او بخلط السوائل بالمحاليل، او بنقل الحجم المعلوم من سائل. المغبار المدرج، ده بيقدر حجم جسم صلب ما بيدوبش في المية، وبيقيس حجوم السوائل بدقة اكثر من الدورق، بعد كده الدورق المخروطي، ده بيستخدم في عمليات المعايرة، بعد كده الدورق المستدير، ده بيستخدم في عمليات التحضير والتقطير، رقم 13 الدورق العياري، ده بيستخدم في تحضير المحاليل القياسية معلومة التركيز بدقة، رقم 14 المصة، دي استخدامها ايه؟ دي بتستخدم عشان اقيس وانقل حجم معين من المحلول، الرقم الهيدروجيني، ده بستخدمه عشان اعرف المحلول حمضي ولا قاعدي ولا متعادل. شريط البيتش الرقم وجهاز البيتش الرقمي هو نفس الرقم الهيدروجيني اللي انا برضه بعرف اذا كان المحلول حمضي ولا قاعدي ولا متعادل. بعد كده المقارنة سيحلوها انتوا. بعد كده دراسة الاشكال الاتية هنحلها مع بعض. اول حاجة الجدول المقابل يوضح نتائج تحاليل طبية لعينة من دم شخص معين. قال لي اول حاجة ما المقصود بالقيمة المرجعية؟ قال لي القيمة المرجعية ديت هي المعدل الطبيعي الآمن لتركيز المادة عند الاشخاص الاصحاء، هي المعدل الطبيعي الآمن، هي دي اصلا القيمة المرجعية.
هي دي القيمة المرجعية، هي المعدل الطبيعي الآمن على تركيز المادة عند الأشخاص الأصحاء، اللي هما الناس اللي ما عندهمش مرض. يعني أنا مثلا لو أنا جيت لقيت سكر الجلوكوز 79، يبقى أنا ما عنديش مرض، 80 ما عنديش مرض، 90 ما عنديش مرض، 100 ما عنديش مرض، 110 ما عنديش مرض. لو زودت 112 يبقى أنا مريض، قللت عن 70 69 يبقى أنا عندي مرض. اما من 70 ل 110 ده انا ما عنديش مرض. فدي القيمه اللي انا برجع لها، اللي هي ده المعدل المفروض ان كل الناس اللي ما عندهمش مرض يبقوا ما بين القيمه ديت والقيمه ديت. قال القيمه المرجعيه هنقول تعريفها عشان لو جه في الامتحان تعرفوا تكتبوا صح. قال لي هو المعدل الطبيعي الامن لتركيز الماده عند الاشخاص الاصحاء، معدل الطبيعي الامن لتركيز الماده عند الاشخاص الايه الاصحاء. ب ماذا نستنتج من نتائج نسبه سكر الجلوكوز وحمض البوليك؟ قال لي سكر الجلوكوز 70 وهو المفروض من 70 ل 110، يبقى ما عندوش، يبقى عنده دي نسبة طبيعية، يبقى ما عندوش مرض، يبقى نسبة سكر الجلوكوز ايه طبيعية. حمض البوليك هلاقيها مرتفعة، يبقى عنده زيادة في حمض البوليك، عنده معدل زيادة في حمض البوليك، يبقى عنده مرض في حمض الايه في حمض البوليك. ما القرارات التي يجب على هذا الشخص اتخاذها في ضوء النتائج السابقة؟ قال لي ده مفروض ان هو يروح للطبيب على طول علشان يعمل له علاج مناسب، يقترح له علاج مناسب، يبقى الذهاب الى الطبيب لاقتراح العلاج الايه المناسب. رقم 2، ما اسم هذه الاداة؟ هقول له ان ده المخبار المدرج، ده الايه ده المخبار المدرج. وفيما تستخدم المخبار المدرج ده بيستخدم في ايه؟ قال لي ده بيقيس حجم صلب لا حجم صلب حجم جسم صلب. قال لي ده بيقيس حجم جسم صلب لا يذوب في الايه في الميه، وبرده بقيس حجم محلول معين، بقيس حجم سائل وبقيس حجم ايه سائل. ما حجم السائل مقدرا بوحده سنتيمتر مكعب؟ لو بصيت على السائل كده بدقه عاليه هلاقي ان حجم السائل هنا هلاقيه عند 25، هلاقي ان حجم السائل هنا عند كام؟ هلاقيه عند 25 سنتيمتر مكعب. رقم 3، اكتب اسم الجهاز او الاداة التي يعبر عنها كل شكل. اول واحد ده هلاقي ان هو ميزان الحساس، اول واحد ده هقول عليه اللي هو الميزان الحساس. هقول ان التاني حاجة ده اللي هو الدورك، بس اني دورك بقى؟ دورك مخروطي ولا دورك عياري ولا دورك مستدير؟ هلاقي ان ده هو الدورك العياري، ولا هو المخروطي ولا هو المستدير. هلاقي ان رقم 2 ده هو الدورك الايه العياري. رقم 3 دي بسميها المصة، رقم 3 دي بسميها الايه المصة. طب ماشي، ودي على فكرة بتسمى مصة مدرجة. اذكر استخدام واحدة لكل اداة. هلاقي ان الميزان الحساس ده بيستخدم في قياس كتل المواد، هلاقي ان الدورك العياري بيستخدم في تحضير المحاليل القياسية معلومة التركيز بدقة، هلاقي ان المصة بتستخدم في نقل وحجم معين من محلول، في نقل وحجم معين من في قياس نقل وحجم معين من محلول. لماذا يلزم الحذر اثناء استخدام الاداة 3؟ ليه لازم عندي حذر؟ علشان دي ممكن تكون مواد سامة. اذكر نوعين اخرين لكل من الادتين 2 و 3. ده الميزان ده اسمه الميزان الحساس، ممكن اقول اللي هو الميزان فوق ذو الكفه الواحده، ده برضو من الموازين. ممكن الدورك اقول عندي الدورك العياري والدورك المستدير، الدورك المخروطي والدورك العياري. ده على فكره ده على فكره الدورك العياري، فانا اقول الدورك المستدير والدورك المخروطي. بعد كده الشكل المقابل يوضح جزء كل من الجزء العلوي والجزء السفلي من احد الادوات في معمل الكيمياء. اسم هذه الاداه اللي هي المصه، الأداة اسمها الايه المصة. كيف تتدرج هذه الأداة من أعلى إلى أسفل؟ اذكر أحد الإجراءات التي يجب اتباعها عند استخدام هذه الأداة في عملية المعايرة. إن هي تثبت على حامل، الإجراءات اللي هي المفروض بتثبت على حامل، ولا نقفل السنبول اللي هو السنبول اللي هو تحت ده، اللي أنا أقفله علشان ما ينزلش اللي أنا عاوزه، ينزل نقطة بنقطة. 5، من الشكل المقابل اكتب اسم الأدوات 1 و 2. هلاقي ان الاتنين ده هي السحاحة، اما واحد ده هلاقيه اللي هو الدورك المخروطي، واحد اللي هو الدورك المخروطي واتنين اللي هي السحاحة. اذكر اهمية واحدة، اذكر اهمية واحدة لكل منهم. قال لي السحاحة اهميتها اللي انا بقيس حجوم السوائل في في التجارب اللي هي بتستخدم في عملية المعاير، بقيس حجوم السوائل اللي هي دقة عالية اللي بتستخدم في عملية المعاير. اما الدورك المخروطي ده بيستخدم في عمليات المعاير. ما اسم العملية الكيميائية التي يعبر عنها شكل عملية المعايرة؟ عملية المعايرة.
بعد كده اسئله متنوعه بقى، اكتب نفس مختصر عن دور علم الكيمياء في الحضارات القديمه. ممكن اقول له كان بيستخدم في الحضارات القديمه في التحنيط، وبعد كده بيستخدم في دباغه الكلود وصناعه الاقمشه والكلام ده. مجالات دراسه علم الكيمياء موضحه مجالات الدراسه طبعا احنا كنا قايلينها، والعلاقه ما بين الكيمياء والفيزياء طبعا واجب ليكم، واللي مش عارف اي حاجه يسيبها في الكومنتات واحنا هنجاوب عليه ان شاء الله. بس كده لحد هنا الدرس بتاعنا خلص اللي هو الفصل الاول. كده رجعنا على الفصل الاول، واللي مش عارف اي حاجه برده سيبنا في الكومنتات واحنا هنرد عليه، واشوفكم ان شاء الله المره الجايه. واحنا ان شاء الله المره الجايه هنراجع على الفصل الثاني عشان نبقى كده خلصنا الباب الاول وندخل على الباب الثاني بعدها على طول. واشوفكم الحصه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you.